في الأول نحب بكم جميع ونحيي جميع يعني الفلاحة والمهنيين باش في هذا اليوم اللي إن شاء الله غادي يكون لقاء هام واللي غادي تعطى فيه انطلاقة ديال الموسم الفلاحي لسنة 2018-2019. هذا الموسم اللي كيصادف السنة العاشرة لمخطط المغرب الأخضر واللي أعطاه انطلاقة جلالة الملك نصره الله وحفظه سنة 2008. والحمد لله أنه فعلا واخا الشتا جات معطلة ولكن جات بطريقة منتظمة، كانت النتائج اللي مكنت من رفع النمو الاقتصادي. ولا سمحتوا لي نعطيكم يعني بعض الأرقام اللي هي يعني جد مهمة بالنسبة لهذه السنة اللي احنا غادي نودعوا باش ندخلوا ونعطيوا انطلاقة لسنة مقبلة إن شاء الله. الإنتاج ديال الحبوب 103 مليون ديال القنطار، إذن زيادة ديال 7% بالنسبة للسنة الماضية اللي كانت سنة متميزة. يعني هذه مسألة حتى هي جديدة في بلادنا، أنه كتعرفوا كيكونوا دي سيكل، عام كيكون مزيان بزاف وعام كيكون شوية أقل. احنا أحسن من السنة يعني اللي كانت السنة الماضية وزدنا 7%، وزدنا 7% وبالخصوص بواحد الجودة اللي هي عالية، بحيث أن الوزن المعياري وصل 79.9 كيلوغرام ليكتوليتر بالنسبة للمقابل اللي هو 78.6. دونك كاينة واحد لاكاليتي، واحد الجودة اللي بانت في الحمد لله في المنتوج الزراعي، وهذا ما يمكن لنا إلا نهنيو ونصفقوا على الفلاح اللي فعلا زرع مليون ديال يعني ديال الكتار في ظرف 7 ايام، الوقت اللي كان الشتاء ما كايناش والوقت اللي جات الشتاء وتمت الدعوه انه يجب الاشتغال، فكانت الاستجابه. كذلك هذا الموسم عرف واحد الانتاج مهم في واحد العدد ديال الزراعات. العام اللي فات هذا دابا اللي كان ودعوا الزيتون طلع ب 50%، وتم الانتاج ديال 2,300,000 طن من الحواميض و 2 مليون من البواكير. انتاجات الزراعيه طلعت ب 3.6% وغطت تقريبا 46% من الحاجيات الوطنيه، والقطاني طلعوا ب 3.4%. والحمد لله يعني انه يمكن لنا نقولوا بانه دابا لا كومبان ديال الحواميض ولا كومبان ديال الزيتون راه حنا دخلنا فيها، والستاتيستيك اللي ظهروا والتقييم اللي عمل ان الزيتون من المتوقع ان شاء الله ان يصل الى 2 مليون ديال الطن على مساحه ديال 957,000 هكتار اللي هي برودكتيف، حيت غصنا 1,100,000 دابا 957,000 هكتار برودكتيف عطات 2 مليون، اذا والارتفاع هو 22.3% بالنسبه للماضيه السنه الماضيه. ف يعني هذا اقلاع كبير، لانه في سنتين راه طلعنا ب 72%. نسوم اونطران في عامين ولا 3 سنين، يعني النتائج اللي تعملت في هذا المخطط بون سنوات راه كتعطي الدوبل ديال لا برودكسيون ابتداء من العام الجاي الا بقينا غاديين في يعني في هذا النمط. كذلك الحوايض وصلنا يعني غنوصلوا ان شاء الله 2,600,000 على واحد المساحة ديال 117,000 هكتار، إذا هي ارتفاع في هذه السنة الماضية. السنة المقبلة إن شاء الله غادي نوصلوا ل 17% ديال لوغمونتاسيون افيك اون برودكتيفيتي امبورتونت. إلى رجعنا للإنتاج الحيواني، اللحوم طلعوا ب 7%، 590,000 طن. الحليب لا برودكسيون الإنتاج ديالو طلعت ب 2%. اللحوم البيضاء طلعت ب 13%، لأنه كانوا عندهم مشاكل ديال الأثمنة في هذا الأخير. 29% ديال لوغمونتاسيون ديال البيض، 6,300,000 وحدة اللي انتج المغرب يعني في هذه السنة. وتمكنا كذلك من رفع الصادرات ديال الصناعة الغذائية ب 3%، ديال البواكير لي بريمور ب 5%، وصادرات الحواميض عرفت كذلك واحد الارتفاع ديال 4%. والحمد لله أنه
يعني هاد النتائج كلها إيجابية. كاين بعض المناطق اللي كان خصها الكلاء وكان خصها العلف، واللي عملنا لها برنامج متكامل ديال المشية بحيث وصل 61 مليون ديال الدهم. وبلو كانت يعني الشتاء وكانت تلج وكانت المناطق الجبلية مقطوعة، عملنا برامج خاص لهذيك المناطق ديال 32 مليون ديال الدهم موزع على 25 عاملة. وبمناسبة عيد الأضحى الحمد لله أنه تم الترقيم، وكنشكر يعني لانتر بروفيسيون اللي تبعتنا في هذا النظام ديال الترقيم ديال 6.7 مليون رأس من الأغنام والمعز. حضرات سيدات السادة، إن شاء الله هذه السنة المقبلة غادي تتم واحد البرمجة ديال المساحة ديال 557 ألف هكتار بالدوائر الكبرى ديال الري، هذا الري ديال لا غروند إيريغاسيون. وكذلك غادي نبقاو منفذين البرنامج ديال الاقتصاد ديال الماء السقي، بحيث غادي نديرو 50 ألف هكتار إن شاء الله العام الجاي باش نوصلوها ل 610 ألف هكتار. وغادي ندوزو كذلك للتحويل الى الري الموضوعي باش نساليو هذوك لي طرافو اللي كاينين ديال العصرنه ديال شبكات الري باش توصل ل 65 الف هكتار، 55% من البرنامج الاجمالي غتوجد هذا العام. وكاين كذلك غادي نبقاو متبعين هذوك الحصص لا دوتاسيون اللي عندنا ديال ليغيغاسيون اللي هي 3 المليار و370 مليون ديال المتر مكعب من اجل ضمان انطلاق عمليه زرع الحبوب وكذلك الزراعه السكريه وكذا تلبيه حاجات الاشجار المثمره. على اي يعني بشكل يعني كبير كاين واحد التفاوت كبير بالنسبه للدمارج ديال العام اللي فات اللي كانوا لي باراج ناقصين بزاف ديال الماء. كاين بعض البراجات اللي باقي ناقصين، ولكن في الاغلبيه الحمد لله يعني الامور هي احسن بكثير. غادي يبقى الخصاص بعد الدوائر اللي غادي نبداو اللي هما وحده ولا جوج يمكن يكون فيها شويه ديال لا جيستيون ديال يعني تدبير الخصاص في هذا الماء، ولكن نتمنوا على الله خير ان شاء الله في الشهور المقبله. البضوء الى عقلتوا في مخطط المغرب الاخضر نهار اللي بدينا 450 الف قنطار نهار اللي دخلت انا للحكومه، المغرب كله والبرلمان كله كل اسئله كانوا على فينا هما البضوء يعني المختاره ما كانوش. اليوم 2,200,000 الف القوا لي يفضى، وان شاء الله بفضل العمل ديال يعني لونكا بفضل العمل ديال لاسوناكوس والعمل ديال وزاره الفلاحه غادي نعملوا واحد المجهود جبار باش نقربوا هذا البذور باش يمكن لها تستعمل. لان الا تستعملت والا ان شاء الله السنه تكون مزيانه غادي يمكن يعطينا نتائج اكثر واحسن يعني في الفلاحه ديالنا ديال الحبوب ان شاء الله. وغادي نساهموا بالاكتار في 70 الف لان خصنا نوجدوا العام الجاي، دونك غادي ندخلوا اون بروديكسيون 70 الف هكتار اللي غادي يدير التكتيف ديال هذا الشيء ديال البذور المختاره. الاسمده موجوده، كاين 680 الف طن اللي هي موجوده. كنتمنى على الله ان شاء الله ان يمن علينا بامطار الخير من اجل تعزيز هذه الديناميه الايجابيه، وما غادي يكون الخير ان شاء الله يا ربي امين هذا، ونبداو نحطوا بكري ونوجدوا بلادنا بكري. كنشكركم كلكم على التضامن ديالكم مع هذا المخطط، كنشكركم على العمل، كنشكر المستثمرين على لو ريسك اللي كياخذوا يعني في هذا القطاع وكيزيدوا للامام. فثقوا في لائحتكم، استثمروا لانه باقي الخير ان شاء الله، واشكر لكم.